السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. اليوم الحصة تاعنا وين ياسين بن مناور، يعني هذا ياسين بن مناور تبعته نهار الاول، وين هاجمه مشاكرة، هاجمه ذاك مخنث، وين على بالك وين هذا ياسين بن مناور، يعني إعلامي يعرف يهدر، يعني ماشي قضية تعرف يهدر، لا مش يعرف القوانين، هدر يعني هدر فايق نشهد على حسين جنات، قال لهم يا ودي الملف تاع المنتخب، الملف تاع هذا اللي كنت تهضروا عليه راه في سلة المهملات، انتوا تهضروا عليه صايك. أنا لو 15 أفريل قلت لكم صايك جماعة، لو 15 أفريل قلت لكم صايك، تربحوا صايك صايك. لو 15 أفريل مبغيناش نبيعو لكم الوهمة، انت نبيع لك نوعدك بالجنة، أنا نوعدك بالجنة، نوعدك أنا بالجنة، نلقاك برا ندلك هاك راك في الجنة، نوعدك أنا بالجنة، نعطيك نوعدك، أنا شكون باش نوعدك، أنا واش راني ضامن روحي، أنا كي نوعدك نقولك نتلاقاو بالجنة، ونتلاقاو في قهوة، نتلاقاو في جامع. تلقاو في بلاصه زعما بصح ما نتلاقاو، ما نقولكش نتلاقاو في الجنه، الجنه خدم منها، الجنه راك في السياسيه لهنا، ما تكذبش على راسي. تا يدي هذاك المخنث ما يحترمش الناس اللي شاهدوا فيه، الناس اللي يشوفوا فيه، هذا بو كلبه كاع اللي كانوا يكذبوا عليكم، ما احترموكمش، نقولها لكم هذه اللي بدا نقولها لكم، ما احترموكمش، كذبوا عليكم نورمال عادي عادي، صابوكم ما حتى ما عاد ولا يشوفوا فيكم، ولا يشوفوا فيكم نتوما كان والو. انا تبان لي بلي نتوما اللي كنتو تناصروا فيهم وليتو ولاو يشوفوا فيكم بلي نتوما زيرو ما كان والو. ما عينا نقول لكم، قلنا لكم يكذبوا عليكم، قلنا لكم بصح ما ولاو يعايروا الصحافي، تسيب صحافي متمكن تسيب له ما راه عارف والو، بلع فمو علينا هذاك المخنث، يقولوا ما راه عارف والو، بلع فمو علينا، ها واحد يظل يغسل في الدراج تاع الكلاب تيجي تلوم كيما هكا، آخر راه يكذب، يقول لك غي صح، وقعدتو تدافعو على قضية تاع صح بالك، كيما واحد شعمل واحد يدلك كيما هكا، راحو باش هذوك ولاو يضربو علينا باش يجيبو لنا حقنا، تاش حقك؟ تاش حقك؟ تاش حقك؟ تاش حقك؟ اسمع من تجي خارج تخون الباسكيت لخوك وتروح تلبسها، تيولي يحوس لك عايط في التليفون، رد لي الباسكيت تاعي، تجي تقول لي حقي، تاش حقك؟ كاش حقك؟ ها البيستة، أنا البيستة تاع ولدي، نلبس البيستة تاع ولدي، فهم مالك؟ كاش حقك عندك تايا؟ ولدي يخدم منا، عطا في نافيكي في الصعيب باش نروحو كسوة باش يفوت بها ليكول وكلش، ها عجبتني نلبسها، فهم مالك؟ كاش حقك انت عندك حق انت؟ كاش حق؟ راه يجيب لي حق زعما يجيبو بي هاذوك كامل راحو يجيبو لنا حقنا، حقك تندب مدرة مي تسمع الناس كيما هاكا يهدرو، يهدرهم يقلبو راح يجيب لي حقك، حقك تا لي عندك تا حق تاعش في الفيفا، تا لهنا الرجالة لهنا ربحاتك وراحت، تا حتى المدرب وباعلكم الوهم، قلتلكم في وقتها أنا أي راه نقولكم أنا مشي اليوم راني نهدر، أنا مشي اليوم راني نستغل زعمك، لا أنا هدرتلكم في وقتها. أنا هذه تاع المدرب بالماضي باع الوهم، عاودوا ولو تسيبوها، نقول باش ديروا تيت، هل بالماضي باع الوهم للشعب الجزائري؟ عاودوا ولو تسيبوها وينتا؟ تسيبوها في أبريل، النهار اللي يهدر، النهار اللي تعقلوا النهار اللي يهدر كان رمضان، وهدر، فماك هدرت قلت لكم بالماضي باع، هل بالماضي باع الوهم؟ أنت على بالك بلي ما كاش منها. تروح تايا تهدر منا ويخرج لك ذاك بوكل كيما رسالة وصلت راكم عارفين تهدر وكي يهدر تلقى يرعب انفرتينو وراخر ارعب انفرتينو وكيسمو كولينا البعد كولينا نهار اللي سمعكم بلي قلتو بلي ارعب قال لهم عيطو تشو القسامة فوتشو انت غادي دير كات بارتي انا هدرتها لكم قلت لكم راس ادخل شوف التيت عقلوا على هذا التيت تبغوا تشوفوه لو 15 ابريل قلت
تلكم رسميا مباراه الجزائر والكاميرون لن تعاد، وقاسما لن يعاقب. مي كانت الفرفاره تفرفر او شي ذروك ايا ولا بالمناور شي قالكم. مي لف الجزائر الثقيل لدى الفيفا، مي لف اخف من ريشه الدجاجه. تبغوا كيما هانتوما، وزاد خرج لكم ذاك هذاك الحلاق حلقكم حملكم حملكم يا حلقكم حلقكم. انا نقول لكم ملف الذي قدمته الفاف كان اجتهاد من اناس غير مرئيين لا يريدون جزاء ولا شاكور. هي هدرها راخر كيسموها جمال راشدي نهار اللي قال لمودي الحاج محمد راو راو عاون وصل لكم بصح قال لكم بلي ما كان والو، هو قطعكم لياس الحاج مين عيطتوا له قال لكم صح ما كاش مشكل بصح قال لكم ما كان والو، على بالكم بلي قال لكم ما كان والو. المهم ولم يكن ثقيل ولن يكون ينتظر منه شيء يعني، وهذا كان يعلمه كل مسؤولين وحتى المدرب يعني كل مسؤولين في الفاف وحتى المدرب يعني زفزاف مناجير ثم رئيس وصالح باي عبود المسؤول الإعلامي اللي قال لكم اللي خرج ديك خطرة عيط له قال له خرج قول باللي البارتيات تعاود باللي الفيفا مازال ما رسلتلناش، خرج قال الفيفا مازال ما رسلتلناش. الضربة تاع مين باك تعقلوا عليها من الفيفا من فرونس فيرت كانت قال باللي عوار ايت النوري خرج باي عبود قال لكم الفيفا مازال ما رسلتلناش يخرجوا ما كيع خيط واحد يخرجوا هذوك دب 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 كاع عصابة واحدة عصابة واحدة باش يكون على بالكم. وين لا كيما نقولوا حنايا لا وين كان وين كان يعلم وين كل مسؤول كان يعلم على رأسهم نقولوا بلي كيسموه زويزف والمناجر ثم رئيس وصالح باي عبود يعني وحتى مسؤول الإعلام يعني وحتى المدرب فقط كان وإن كان محاولة أشبه يعني بركلة جزاء في الوقت البدل ضائع وأنت خاسر بثلاثية نظيفة. شميتكم خاسر 3-0 ويعطوك بيناتي لاربيت بي صفر تيريها ولاربيت صفر لافا صايلة كيما هكا هذا مكان. حنا المهم وين نقولوا باللي في الصحة وأنت خاسر بثلاثية نظيفة وانتهى الأمر. وفي الرد الأول يوم كان يوم 21 أبريل، أنا قلت لكم لو 15 أبريل قلت لكم والله لا راحت خاطش عليه لو 5 أبريل 5 أبريل ميرسلو الدوسي ما قبلوهولهمش. 10 أبريل كان عندي الخبر الرسمي، 14 أبريل قالوا لي اللي بغيت تهدرها غير هدرها والله البارتية ما تعاود، هدرتها لكم لو 15 أبريل هذه هي. عند تلقي الجواب لجنة الحكام غير ذلك كل ما قيل بعدها وقبلها كان مجرد ضحك على الجزائريين، وين ضحكوا عليكم وعلى رأسهم حتى المدرب يعني لإطالة عمر القضية لامتصاص مرارة الإقصاء بالتواطؤ مع بعض الصحفيين مما وجدوا في بيع الوهم والكذب على الناس وين تجارة رائجة فلا عن فضل عن الجهل من بعض ممن لم يستطيعوا التفريق بين ملف الشكوى والتقرير الخبرة ثم حاولوا اتجاه ذلك التقرير وأحرجوا الشركة التي أصدرت والتي طلب وطلبت بعدم ذكر أمام الإعلام. قد لا يعجب هذا الكلام من بعض ممن صدقوا الأوهام وشجعوا على الكذب واتهموا الناس بالخيانة وعادمين الوطنية لأنهم لم يعطوهم أمل زائف ويعدهم وإن ما وعدناكمش بالجنة. آخر كلام ملف الذي قيل أنه ثقيل كان مجرد ذرة لرماد في عيون وأخف من ريشة الدجاج. سمعتها ولا سمعتها سي المدرب؟ ملف ثقيل طلقت بالمناور شرمك بالمناور شرمك مدرب تاع نورمالمون. انت في رمضان كنت غادي تنهي الجدال، كان لا كاسا ما لا والو الجماعه خسرنا كان لا ملف لا والو، هادو الناس راهم يكذبوا. بصح انت عجبك كيسموه دحمان، عجبك مشاكره، عجبك هذاك بوكلبا، عجبك ذاك المخنث، عجبوك وعجباتك عجباتك
عجبك الطبل اخرجك ماسيت ميلف ثاقل الجروند ما يتقصر علينا تا مدرب وطني ومحسوب منه كاع كذبتو على الشعب كاع كذبتو على الشعب نتوما كاع في كاري واحد كاع كذبتو على الشعب كذبتو على الشعب من المدرب شوف من المسؤول تاع الاتحاديه وهود حتى الدحمان كاع كذبتو للشعب ما احترمتوش الشعب ما درتوش احترام للمواطن الجزائري اللي يبغيكم اللي كان يبغيكم ويأمن فيكم اللي كان يبغيك ويأمن فيك انت كمدرب وهذوك اللي عندهم مشاهدين تاعهم ما احترموكمش هذ الكلاب هذو حنا الحمد لله يا ربي الناس اللي يبغونا يتبعونا عطيناهم الا الحقيقه وامنونا هذه هي بلا ما تنساو عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا الفيديو وان شاء الله ربي دائما معكم بجديد واللي مشي ابوني معنا وربي يحفظكم صحيت وخاوتي.